بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الجزء الثاني من Equilibrium of System of Particles. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على Method of Joints وقلنا إن أنا في جميع الحالات لازم إن أنا أحسب ردود الأفعال وبعد كده بنتقل ليه مفصل فيه عدد من المجيل لا يتجاوز 2 ببدأ به ثم أنتقل للمفصل اللي بعديه وهكذا. النهاردة هنبدأ حاجة تانية اللي هي Method of Section. في الطريقة دي ممكن أخش على عضو أو 2 أو 3 جوه الهيكل مباشرة بدون ما مر على المفاصل كلها، عشان كده بنسميها Method of Sections. والموضوع بكل بساطة إن إذا كان الهيكل كله متزن يبقى أي سيكشن هاخده هيكون برضه متزن. في هذه الحالة أنا بحاول آخد السيكشن اللي هو طالب مني أجيب الأعضاء فيه بحيث لا يزيد عدد الأعضاء ديت عن 3. طيب إذا اضطررت إن أنا آخد سيكشن ومر بأكتر من 3 لازم هدخل معايا Method of Join أو هيكون في أضيف صفري موجود في المسألة. عايز أأكد على حاجتين. أول حاجة Method of Join تقدر تحل أي حاجة، Method of Section تقدر تحل أي حاجة، Method of Join and Section هما الاتنين مع بعض يقدروا يحلوا أي حاجة. الاختيار من طريقة منطوق المسألة ومن المطلوب. إذا طلب مني قوة في أعضاء محددة هو بيوجهني كده إن أنا أستخدم Method of Sections. إذا طلب قوة في جميع أعضاء الهيكل فهو كده بيقول لي من فضلك استخدم Method of Joint. هنبص دلوقتي على Method of Section ونشوف الطريقة. طبعا أنا عندي هيكل. في أي أسئلة؟ لو عندي الهيكل اللي قدامي ده وطالب مني اجيب له القوه في الوصله دي والقوه في الوصله دي والقوه في الوصله دي، بدل ما احدث الجوينت ديت والجوينت دي والجوينت دي عشان اجيب له الثلاثه، اقدر ادرس السكشن ده مباشره. اقدر اطلع هنا 3 اعضاء وعن طريق 3 اعضاء دول اقدر ادرس كل عضو على حده. تعالوا نشوف بنتصرف ازاي. ايه هو الموتيفيشن بتاعي للميثود اوف سيكشن؟ بيقول لي لونج تراس ار اوفن يوز تو كونستراكت لارج كرينز. ذا ميثود اوف جوينتس ريكوايرز ذات ماني جوينتس بي انالايزد. اذر هبقى ممل 3 4 جوينت 5 ساعات 10. ان ذا ميثود اوف سيكشنز التراس از ديفايد انتو 2 بارتس by taking an imaginary cut shown as section through the truss. Since truss members are subjected to only tensile or compressive forces along their length, the internal force at the cut members will be either tensile or compressive, get tension or compression, with the same magnitude as forces at the joint. This result is based on equilibrium principle and Newton's third law. يقول لي بكل بساطة إذا كان الهيكل متزن فلو خدت سكشن منه هيكون متزن. إذا كان السكاشن كلها متزنة يبقى الهيكل كله متزن. هنا أول حاجة هتكلم على مثال بسيط خالص اللي هو Method of Joint. بيقول لي هنا في المثال إيه؟ بيقول لي هنا من فضلك For the shown loaded truss determine the external reaction at A and B. ده مطلوب عادي بقدر اجيبه في اي مسألة. الحاجة الثانية the internal force in the members CD GD FG. ادي CD وادي GD وادي FG، التلاتة قريبين جدا من بعض.
اقدر بسهولة ان انا اخد سيكشن هنا واقدر احسب القوة في الوصلات. طب ليه انا طلب مني رد الفعل؟ طلب رد الفعل لان انا ممكن اخد الجزء اللي فوق دوت وما جيش خالص جنب الاي والبي، مش هحتاجهم في اي حاجة، انما هو طلب مني رد الفعل عشان اقدر احسب له رد الفعل عند ايه ورد الفعل عند بي، او لو حد فضل يبدأ من هنا يبقى هيحتاج الاي والبي، لو حد فضل يبدأ من هنا مش هيحتاج رد الفعل عند ايه وعند بي. طيب بصرف ازاي؟ قال لي the internal force in members CD GD FG، بيقول لي خلي بالك، بيوجهك تستخدم method of sections عشان تقدر تجيب القوة ديت بأقل وقت زمني محدد. طيب تعال نشوف هنتصرف ازاي. قال لي تعالى كده نشوف السكشن. قال لي في الأول احنا طبعا شطار وعارفين ان احنا ازاي نجيب رد الأفعال. بفرض رد الفعل XA YA، وبفرض رد الفعل هنا N، باخد مومنت عند A، سيجما مومنت about A، هيبقى عندي NB في المسافة اللي هي 2 ناقص الخمسة مضروبة في الاثنين ناقص خمسة مضروبة في ستة ناقص العشرة مضروبة في أربعة ناقص العشرة مضروبة في اثنين. هيطلع لي إن إيه بيساوي كام؟ 50 كيلو نيوتن. هاخد بعدها سيجما إف واي، هيطلع لي واي إيه زائد إن بي ناقص خمسة يساوي صفر. هيطلع لي واي إيه بيساوي ناقص 45، بكتب له جنبها opposite direction. بعد كده هاخد سيجما إف إكس إيكوال زيرو، هطلع 10 وعشرة وخمسة واكس ايه الاتجاه العكسي، يبقى كده جبت كل رد الافعال عند مين؟ عند ايه وعند بي. زي ما قلت لك قبل كده لو طلب الكومبوننتس يبقى اكس ايه واي ايه وان. طب لو طلب مني رد الفعل لازم هجيب رد الفعل المحصل ار ايه واجيب زاوية الميل. طيب الخطوة اللي بعد كده بيقول لي من فضلك تعال خد لي بقى السكشن اللي انت عايزه. قال لي انا عندي حرية الاختيار، هقطع من هنا يا هاخد الجزء اللي فوق زي ما احنا شايفين كده يا هاخد الجزء اللي تحت. طبعا انا افضل اخد الجزء اللي فوق لان انا اقدر اجيبه من غير ما احسب رد الافعال، فلو انا حسبت رد الفعل غلط يبقى هغلط هنا لو خدت السكشن اللي تحت، فعشان كده باخد الجزء الايه اللي فوق. باجي اخد الجزء اللي انا عايزه وبقطع هنا، اي قوه تحت ما تخشش معايا في الحساب، اي قوه تحت هنا اخد ادي السكشن بتاعي، اي قوه تحتيه ما تخش معايا في الحساب. يبقى اذا عند الخمسه والعشره والخمسه، وعند هنا اف سي دي بفرضها تنشن، اف جي دي بفرضها تنشن، اف جي اف بفرضها تنشن. وبعدين قال لي انا ممكن استخدم بالجيومتري النقط اللي هنا اجيب عندها مومنت، انما مش هستخدم اي قوه خارج السكشن ده. تمام؟ يبقى اذا هرجع لك تاني كده، انا ممكن استخدم النقطه دي اخد مومنت عندها، النقطه دي اخد مومنت عندها، بس ما اخدش ال10 مش داخله معايا لان انا قطعت من هنا، انا قطعت كده. لما بقطع كده يبقى كل الجزء اللي تحت ما يخش معايا في الحساب. يبقى اذا حاجه اقول له انا دلوقتي هاخد الجزء ده اقدر استخدم النقط اللي تحت، انما ما اخدش اي قوه موجوده تحت. طيب هقول له ايه؟ هقول له والله انا عندي قوه راسيه وقوه ثانيه راسيه وقوه مايله. طبعا لو في طالب شاطر هيقول لي طب ما ناخد سيجما اف اكس، دي بس اللي هتظهر لي. ده اللي حصل، سيجما اف اكس ايكوال 0 10 زائد 5 ناقص دي بس، هي دي اللي بتعمل لي اللي داخله معايا في الحساب. يبقى ناقص اف جي دي على كام؟ على جذر 9 وصفر، هوديها الناحيه الثانيه تطلع لي اف جي دي 15 جذر 2، انا فارضها تنشن طالع لي بوزيتيف يبقى تنشن. بعد كده قال لي في اثنين بقى راسيين مش هينفع غير ان انا لازم اخد مومنت، فلو خدت مومنت عند دي هضيع الاف جي دي وهضيع الاف سي دي. طيب يبقى لو خدت مومنت هنا ضاعت اف سي دي وضاعت اف جي دي وضاعت الخمسه وضاعت كمان العشره، ضيعت كده اربع قوى، فضل مين؟ الخمسه دي والاف جي اف. يبقى اف جي اف في 2 ناقص 5 في 2 تساوي 0، يطلع لي من هنا اف جي اف بتساوي كام؟ 5 كيلو نيوتن. فاضل لي قوه واحده، قال لي خد سيجما اف واي لان كل حاجه بقت معلومه. لو خدت سيجما اف واي هيظهر لي هنا سالب اف جي اف سالب اف سي دي سالب اف جي دي على جذر 2 وسالب كمان مين؟ 5 يساوي صفر، هطلع منها اف سي دي بتساوي ناقص 25 كيلو نيوتن. بكده
أنا جبت له كل القوة في الوصلات اللي هو طالبها. لاحظ السهولة عاملة إزاي. ثلاث معادلات اتزان للمجموعة بحسب ردود أفعال، وثلاث معادلات اتزان للجزء اللي أنا اخترته بحسب منه معادلات الاتزان X, Y والمومنت. وبكده جبت القوة في الوصلات اللي أنا خايف منها، اللي أنا قلقان منها، وسبت بقية الهيكل ما جيتش جنبه. لاحظ هنا ما جيتش جنب ED، ما جيتش جنب EF، ما جيتش جنب FD. هو مش طالبهم، لو طلبهم أقدر أجيبهم، إنما لو ما طلبهمش مش محتاج. في أي سؤال لغاية دلوقتي؟ سامعني؟ يا دكتور تمام. ده مثال بسيط، هنروح لمثال تاني. المثال التاني ده موجود عندنا في هيبلر، كويس؟ ده مثال خمسة موجود في هيبلر عندنا. بيقول لي ايه المثال؟ بيقول لي for the truss shown in figure find. قال لي مباشرة انا عايز the forces in members ED, EH and GH. بقول انا عايز منك في التلات وصلات دول، هبص الاقي ده ED اهو، وده EH وده GH. فانا همر سيكشن هنا، هيروح قاطع لي مين؟ هيقطع لي التلات اعضاء. قال لي هنا خلي بالك، احد ردود الافعال على الشمال ورد الفعل الثاني على اليمين. هنا انا مجبر غصب عني لازم احسب ردود الافعال، ما اقدرش احل زي المساله اللي فاتت من غير ردود الافعال. هنا لازم هجيب ردود الافعال. طب لو عايز اوفر وقت، قال لي احسب لي بس رد الفعل عند اف وتحرك من اف للقطاع ده، او احسب لي رد الفعل عند ايه الاكس والواي وتحرك في القطاع ده. يبقى اذا مجرد ما بقطع انا بحط تصور هبدا انهي جزء وهحتاج ايه. لو ما حسبتش رد الفعل هنا هيبقى عندي مجهول 2 3 4 مش هقدر احل. يبقى اذا في هذه المساله انا مجبر، المساله اللي فاتت لا، هنا انا مجبر احسب رد الفعل عند اف عشان اقدر احسب القوه في الثلاث وصلات. طيب الخطوه اللي بعد كده، قال لي هاخد السكشن بس اللي انا بدور عليه، هقطع هنا اهو زي ما انتم شايفين، قطعت خط مستقيم هيديني الثلاث وصلات المطلوبين. طيب الخطوه اللي بعد كده، قال لي احسب لي رد الفعل هنا. عشان احسب رد الفعل عند اف باخد مومنت عند ايه، فخدت سيجما مومنت اباوت ايه ناقص اف واي في 4. ادي اف واي بتلف مع عقارب الساعه، يبقى في هذه الحاله اف واي في كام؟ في المسافه اللي هي 2 و2. هنا دي المومنت بتاعها راح، فاضل لي هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف، تمام؟ البوزيتيف هنا 30 في المسافه اللي هي 3، وكمان 40 في المسافه اللي هي كام؟ 40 في المسافه اللي هي 1.5، كويس؟ يبقى اذا اف واي في 4 و40 في 2 و 30 في 3 و40 في 1.5. اعتقد في هنا حاجه مش مظبوطه. لا مظبوط، اول 40 متر باي 2 المومنت اللي فوق. طب ماشي، واحده واحده كده. اف واي، اف واي اهي في 4 تمام، وبعدين 40 بتلف موجب في كام؟ في 2، وبعدين 30 بتلف في كام؟ في 3، وبعدين 40 في كام؟ في 1.5، وال50 بتمر بالنقط. تمام كده، هطلع منها قيمه اف واي. اما بحسب اف واي يبقى انا هاخد الجزء ده وهنسى الجزء اللي في اليمين ده تماما، ده كده الجزء ده كانه مش موجود. يبقى انا هاخد الجزء الشمال، هيبقى عندي اف واي اللي انا حسبتها، وعندي ال 40 كيلو نيوتن، وعندي القوه في الثلاث وصلات، وده اللي احنا هنبدا بيه الشكل اللي جاي. بص كده، قطعنا الجزء اليمين وكانه مش موجود عندي في المساله. يبقى انا الجزء ده، هذا القطاع يتزن تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير اف واي وال 40 كيلو نيوتن والثلاث قوى في الوصلات الخفيفه. زاويه ميل الوصله اي اتش هي كام؟ 4 على كام؟ على 3. زي ما علمتك بفرض القوه في الوصلات كلها شد. فرضت اف اي دي شد، فرضت اف اي اتش شد، فرضت اف جي اتش شد، وبعدين قال الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها تبدا بقى تقول لي انا هعمل ايه. انا بفضل اخد مومنت
لان هنا في عندي واحدة 2 3 طبعا لو خدت سيجما اف واي صح هجيب منها دي بس انا افضل اخد مومنت عند اي على طول مباشره هحسب منها كام اف جي اتش طب لو خدت مومنت عند اي ضيعت ال40 وضيعت الاف اي دي وضيعت الاف اي اتش فضل لي بس الاف واي والاف جي اتش يبقى الاف واي بتلف بالنيجاتيف اف واي في ناقص 2 والاف جي اتش بتلف بالبوزيتيف في المسافه 1.5 هطلع منها اف جي اتش 76.7 كيلو نيوتن تنشن انا فرضها تنشن طلع لي بوزيتيف هقول له متشكرين انتقل لي الخطوه الثانيه قال لي ما انا جبت دي خلاص طب لو خدت سيجما اف واي او اكس الاثنين يدوني نفس النتيجه قال لي طب ابدا بواي واي اف جي اتش مش هتظهر واف اي دي مش هتظهر هيظهر لي بس اف اي اتش ساين ويظهر لي كام ال40 ويظهر لي الاف واي يبقى 57.5 ده رد الفعل ناقص 40 ده القوه الموجوده على المفصل ناقص اف اي اتش في 3 على 5 اللي هي ساين الزاويه هطلع منها اف اي اتش تطلع لي 29.2 كيلو نيوتن تنشن انا فرضها تنشن طلع لي بوزيتيف هكتب له جنبها تنشن فاضل لي ايه قال لي يا تاخد مومنت تاني يا تاخد سيجما اكس ما تفرقش هو فضل ياخد مومنت تاني هنا عند النقطه ديت واحد يقول لي طب ده اتش مش موجوده ينفع اخد مومنت عندها انا بقول لك احنا ممكن نستفاد من كل الجيومتري بتاعه الهيكل تمام يبقى اتش موجوده هنا تمام بس لو عندها قوه ما اخدهاش في الحساب لان انا قطعت خلاص قبل اتش يبقى اذا ممكن اخد مومنت عند اتش وممكن اخد سيجما اف اكس مش هتفرق معايا لان انا خدت هنا واي اقدر اخد اكس هيظهر لي اف اي اتش واف اي دي واف جي اتش انا جبت اثنين اقدر اجيب الثالثه انما لو خدت مومنت هنا ضيعت الاثنين دول جبت على طول مين اف اي دي طب لو خدت مومنت هنا يظهر لي القوه الاولانيه اف واي في المسافه كلها 2 و2 يبقى 4 ناقص 57.5 في 4 لانها بتلف بالنيجاتيف زائد 40 في 2 بتلف بالبوزيتيف ناقص اف اي دي في المسافه اللي هي 1.5 بتساوي صفر يطلع لي اف اي دي بتساوي كام؟ نيجاتيف 100 كيلو نيوتن انا فرضها تنشن طلعت لي بالنيجاتيف احطها كام؟ كومبريشن ويبقى كده المساله بتاعتي خلصت. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ في اي حاجه مش واضحه؟ سامعني؟ سامعين يا دكتور سامعين مفيش اي استجابه لا ولا لا فاهمين ولا مش فاهمين سامعين يا دكتور اكمل يعني اتفضل يا دكتور اتفضل ماشي اتفضل ماشي مين معايا ما تخافش قول اسمك ما تخافش بلاش تقول اسم بلاش بلاش هننتقل لمسألة تانية فيها فكرة صغيرة بقول لي في المسألة طبعا المسألتين اللي فاتوا كانوا مباشرين جدا بيديني ثلاث قوة في الثلاث أعضاء بقطع بجيب رد الفعل بستخدم السكشن كل قوة في الجزء الثاني ما بستخدمهاش أقدر أستخدم النقطة اللي في الجزء الثاني كجيومتري طيب هنا بيقول لي for the shown truss determine the force in each of the members LM L M M C and B C يبقى هو عايز مني الثلاثة دول L M M C B C and indicate whether the members are in tension or compression قال لي شوف لي الأعضاء ديت under tension or under compression طيب هبدأ ازاي واضح ان انا لازم احسب رد الفعل هنا عشان اخد السكشن ده او احسب رد الفعل هنا عشان اخد السكشن ده فالافضل لي ابدا من الشمال فاحسب الاكس اي والواي اي واقطع هنا كده يبقى قطعت ال ام وقطعت ام سي وقطعت بي سي منطوق المساله هو اللي بيحدد لي افضل طريقه استخدمها ايه طيب يبقى انا عندي هنا لو قطعت يبقى انا محتاج احسب الاكس اي والواي اي عشان اقدر امشي من الشمال او احسب الان جي عشان احسب الاي امشي من اليمين طيب هتصرف ازاي قال لي الاسهل لي انا قطعت هنا كده هحسب هنا اكس اي واي اي وهنا ان جي فقال لي لو خدت مومنت حوالين جي بيساوي صفر يبقى اذا
هيظهر لي اول حاجه كام واي ايه بالسالب في المسافه كلها اللي هي 12، وبعدين 8 بتلف عكس عقارب الساعه في 1.5، وبعدين 6 في 10، وبعدين 4 في 6، وبعدين 3 في 2. هطلع منها قيمه واي ايه بتساوي كام؟ 8.5 كيلو نيوتن. طيب هاخد بعد كده سيجما اكس، يطلع الاكس ايه بيساوي كام؟ ما عنديش قوه واحده اللي هي كام؟ 8 كيلو نيوتن، يطلع الاكس ايه بتساوي 8 كيلو نيوتن. طيب قال لي بعد كده انا هختار السكشن ده اللي انا مقاطع عليه، تمام، بشرط ما يزيدش عن كام؟ عن 3. اذا كنت مجبر يبقوا اكتر من 3 زي المساله الجايه هشوف هتصرف ازاي، انما لغايه دلوقتي انا عندي 3 ممبرز اونلي، فما عنديش اي مشكله. الجزء اليمين ده هرميه تماما، انما اقدر استخدم النقطه دي اخد مومنت عنده، اقدر استخدم النقطه دي اخد مومنت عنده، بس لو في قوه هنا ما اخدهاش في الاعتبار لان انا قطعت قبل السكشن ما يبدا. يبقى الجزء اليمين ده بينتهي، يبقى انا السكشن بتاعي هو ده، ده اللي انا هبدا استخدمه في الحته دي بس، والجزء اليمين دوت ما بيخشش معايا فين في الاعتبار خالص. طيب الخطوه اللي بعد كده قال لي خلاص انا حسبت رد افعال، هاخد السكشن اللي احنا اتكلمنا عليه اهو، بص كده السكشن بتاعنا، ادي الجزء الاولاني اكس اي واي اي، وبعدين ادي اف ال ام تنشن، اف ام سي تنشن، اف بي سي تنشن، والقوه اللي هنا 6 والقوه اللي هنا 8، والنقط اللي هنا يمكن استخدامها لحساب المومنت، انما لو في قوه لا تستخدم. طيب هتصرف ازاي؟ قال لي انا هحتاج زاويه الميل ديت لما اجي احلل افق وراسي فاجيبها على طول. الزاويه دي الطول ده 1.5، الطول ده 2، الطول اللي هنا 2.5، الطول الرئيسي 3. لو رجعنا شويه كده عشان تبقى عارف، الطول ده 1.5 والطول ده 2 والطول ده 2.5 والطول ده 3، يبقى الطول ده 2 والطول ده 2.5، يبقى الحته اللي فاضله كام؟ الحته الصغيره ديت هتبقى كام؟ هتبقى نص، يبقى نص على كام؟ نص على 4. يبقى اذا هرجع تاني كده بقى، يبقى تان ثيتا بيساوي 1.5 على 6 او نص على كام؟ نص على 2، يا 1.5 على 6 يا نص على 2 ربع، هيطلع ثيتا بتساوي 14. جبت الزاويه ثيتا. طيب الخطوه اللي بعد كده قال لي اسهل حاجه ان انا اخد عزم عند مين؟ عند ام. طب لو اخدت عزم عند ام ضيعت مين؟ ضيعت اف ال ام، وضيعت ال 6، وضيعت اف كام؟ اف ام سي، وجبت على طول مين؟ اف بي سي. طيب لو خدت مومنت هنا، اوكي فاضل لنا 10 دقائق هحاول اخلص فيهم ان شاء الله. لو خدت مومنت هنا اول حاجه تقابلني هيبقى 8 في المسافه اللي فاضله اللي هي نص، انا واقف هنا بتلف مع الساعه يبقى ناقص 8 في نص، واي اي في 2 برضه بتلف مع الساعه، بعد كده اكس اي في المسافه 2، وبعدين اف بي سي في المسافه كام؟ 2، هجيب منها اف بي تطلع لي 2.5 كيلو اي نيوتن. طيب بعد كده لو خدت سيجما اف اكس، ما انا جبت اف بي سي خلاص، تمام، اف بي سي لو خدت سيجما اف اكس هيظهر لي دي ودي ودي، تمام، مش هقدر احل حاجه، افضل لي اخد مومنت هنا، هو مش عامل هنا كده، بس لو خدت مومنت هنا هضيع اف ام سي واف بي سي. لما اخد مومنت هنا عند النقطه ديت اللي هي اتش هيظهر لي الواي، وهيظهر لي الثمانيه، وهيظهر لي السته، ويظهر لي اف ال ام كوساين واف ال ام ساين. هاخد مومنت هنا ضيعت الاثنين دول. طيب لو انا ما عنديش مشكله في حل المعادلات هاخد سيجما اف اكس وهاخد سيجما اف واي وحل المعادلات مع بعضها. انا ما افضلش كده، انا افضل اخد مومنت هنا هجيب على طول قيمه مين؟ اف ال ام. بعد كده لو خدت سيجما اكس اقدر اجيب اف ام سي، او خدت سيجما اف واي اقدر اجيب منها اف ام سي. هنا بيحلوا معادلتين مع بعض عشان يعلمك ان انا اقدر احل معادلتين في مجهولين، انما انا افضل عزوم هنا اجيب اف ال ام، سيجما واي ولا اكس اجيب على طول اف كام؟ اف ام سي. يبقى كده المساله بتاعتي خلصت. اخر مساله عايز تركز معايا عشان فاضل لنا 10 دقائق بس. بيقول هنا في المساله فور ذا شون لود تراس ديترماين ذا زيرو فورس ممبرز، بيقول لي في المساله دي من فضلك هات لي زيرو فورس ممبرز، وبعدين ماجنتيود اوف فورس ان ممبرز كي ال كي بي جي بي جي اف. المره دي بقى 4، بص كده ال كي كي ال كي بي بي جي جي اف، هنا 4 وغصب عني لازم ادرس الديزاين.
طيب هتصرف ازاي؟ قال لي اكيد يا في زيرو فورس ممبر يا في مفصل اقدر ادرسه واجيب منه مجاهيل. الاول هجيب القضبان الصفريه، قال لي ده قضيب صفري، وبعد ده هيبقى قضيب صفري، وده قضيب صفري، وده قضيب صفري، وده قضيب صفري. كويس، دول قضبان صفريه مش هنتناقش فيها ده. طيب عايز احل، قال لي تجيب لي ان اي وتدرس من اليمين او تدرس من الشمال. تمام، طيب هنيجي نشوف ان اي. لو خدت سيجما مومنت يبقى انا كده جبت كام قيمه ان اي؟ قال لي طيب تعال نرجع بقى عشان تركز معايا بقى في الحته دي كويس قوي. بقى عندي 1 2 3 4، انا عندي 3 معادلات فقط، ما اقدرش اجيب اكتر من 3. طب هتصرف ازاي؟ قال لي هبص على المفصل اللي حواليه يمين او شمال يقدر يديني احد المجاهيل. قال لي لو انا بصيت على المفصل اف، القوه دي بتساوي القوه دي، والقوه دي هتساوي القوه دي، فانا اقدر احسب القوه اللي في مين؟ القوه اللي في بي اف تطلع بكام؟ حد عارف؟ اف بي اف حد يعرف؟ 8 تنشن ولا كومبريشن؟ كومبريشن. لا هتبقى تنشن لانها عكس دي بالظبط. تنشن هتبقى تنشن لفوق. تمام، يبقى القوه هتبقى هنا. تمام، واتجاهها لفوق تبقى تنشن. طيب انا جبت القوه اللي هنا، اقدر اجيب ديت ولا ما اقدرش؟ قال لي لو درست المفصل ده وحللت في اتجاه كي اي والعمودي عليه، كي اي والعمودي عليه، القوه دي مش هتظهر والقوه دي مش هتظهر، هيظهر لي بس مين؟ اف بي جي، ويظهر لي مين؟ التمان اللي انا لسه ايه حاسبها. تمام، ركز معايا في دي لان دي اهم حته في المساله. القوه هنا خلاص احنا حسبناها هتبقى 8. طيب قال لي في هذه الحاله القوه دي هجيبها ازاي؟ قال لي لو انا جيت حللت في الاتجاه العمودي، تمام، هرجعك تاني اهو، هنا حلل في الاتجاه ده هيظهر لي كام؟ اف بي جي معاها ال 8 كوساين 45، الزاويه دي 45، كل الزوايا هنا 45، يبقى اف كوساين 45 وهنا الاف دي بيساوي صفر. طيب هودي واحده الناحيه الثانيه هتطلع لي بالسالب، هيطلع لي اف جي بيساوي كام؟ ناقص 5.66 من 100 كيلو نيوتن كومبريشن. يبقى انا حسبت واحده، فاضل لي كام واحده؟ فاضل لي كي ال وكي بي واف جي. اللي انا عايز اعلمه لك هي دي اهم حاجه عندي، عايز اعرفها لك. اذا كانوا اربعه لازم احسب واحده منهم، لازم احسب قوه منهم، يا بقضيب صفري يا بجوينت يا باي معادله، بحيث ان انا يبقى عندي 3 مجاهيل بس. بعد كده بترجع المسألة العاديه، عزوم عند كي هجيب منها كام؟ جي اف، سيجما اف واي هجيب منها كي بي، سيجما اف اكس هجيب منها اف ال كي. يبقى اهم حاجه في المثال ده كيف اتخلص من المطلوب الرابع. تبص على الجوينت اللي حواليه، هتلاقي ضرب صفري، يا هتلاقي قوه معلومه، تبدا تستخدمها في احد القوى الاربعه، يفضل لك بعد كده كام؟ يفضل لك بعد كده 3. طيب في هذه الحاله هتصرف ازاي؟ قال لي خلاص المساله كده بقت سهله بالنسبه لي، هاخد مومنت عند جي، تمام، او هاخد مومنت عند كي، هجيب منها اف جي اف اللي دي بقت معلومه، وبعد كده هاخد سيجما اف واي هجيب منها اف كي بي، سيجما اف اكس هجيب منها اف ال كي. زي ما انت شايف كده، سيجما اف واي جبت اف كي بي، سيجما مومنت حوالين كي جبت اف جي اف، سيجما اف اكس هجيب منها كام؟ هجيب منها اف ال كي. وبكده يبقى احنا عندنا طريقتين للحل. اول طريقه لو كان عندي مفصل 2 3 هدرسهم بدون مشاكل. طب لو اكتر او عايز قوه في احد القضبان مباشره، يبقى لازم ارجع لمين؟ للميثود اوف ايه اوف سيكشن. باكد تاني، ميثود اوف جوين تحل اي مساله، بس في بعض الاحيان بتبقى طويله وبتستهلك وقت. ميثود اوف سيكشن تحل اي مساله. للطالب الشاطر اللي بيعرف ياخد مومنت، اللي بيعرف يحلل بدون ما يغلط، اقدر استخدم ميثود اوف جوين وميثود اوف سيكشن مع بعض في اي مساله، تسهل لي الحل وتسرع المقادير اللي بقدر اجيبها. مفيش حاجه اسمها المساله تتحل بميثود اوف جوين وما تتحلش ميثود اوف سيكشن، لا، الاثنين يتحلوا بالطريقتين، ولكن في كثير من الاحيان بيكون اسهل
مثل سكشن توفيرا للوقت، انما اقدر احل باي مساله باي طريقه. انا هحاول احط لكم الفيديو اللي انا عملته بالنسبه لاعدادي اللي فيه المسائل دي محلوله بالتفصيل، هضيف لكم اللينك بتاعه دلوقتي، وهحاول احط كمان التسجيل بتاع زوم دوت لان فاضل دقيقه تقريبا ويخلص. هحط لكم الفيديو ده. لو في بعد كده اي اسئله ممكن تبعتوا لي تسالوا، لو ما فيش اسئله يبقى الدرس ده بالنسبه لنا كده انتهى. حاولوا تحلوا التمارين المطلوبه في التوتوريال. لو قابلتك اي مشكله انا موجود في الكليه حد وثلاث وخميس بعد الامتحان بتاع اعدادي اللي هو من 9 ل 10 ببقى موجود في المكتب. فلو عندك اي سؤال الحد لغايه الساعه 1، الثلاث لغايه الساعه 1، الخميس لغايه الساعه 1 انا موجود في المكتب، بحيث الجزء ده يبقى خلص. مش هيبقى في وقت لشرحه لان انتوا لسه هتمتحنوا الاسبوع اللي بعد الجاي، الاسبوع الجاي اسف، واللي هيبقى فاضل ثلاث اسابيع وفي درسين فاضلين، فمش هينفع نعيد الكلام ده تاني. فلو عندك اي سؤال اي استفسار هتيجي تسال، لو ما حدش جه سال معناها ان الدرس ده اتفهم وما حدش عنده مشكله. اي سؤال قبل ما ابدا في الدقيقه اللي فاضله ديت؟ دكتور حضرتك هتحط لنا البي دي اف؟ هحط دلوقتي على تيمز البي دي اف بتاع المحاضره دي كلها، هحطه الجوينت والسكشن، وهحط اللينك بتاع الفيديو بتاع محاضره اعدادي، وهحط اللينك بتاع الفيديو ده، هحط الفيديو ده كمان. اوكي شكرا. يبقى الثلاثه موجودين بحيث ما يبقاش في اي فرصه لاي تساؤل، لان مش هينفع نشرحه تاني للاسف يعني. اي اسئله تانية؟ دكتور كنت عايز بس اتاكد، هو التراسس مش داخل في الميد ترم صح؟ لا التراسس هيخش في الفاينل كده، مفيش غير ميد ترم واحد دلوقتي. تمام. الميد ترم ده عليه 30 درجه. هو الميد ترم الاولاني داخل في لحد فين؟ مفيش ترم اولاني، هو ميد ترم واحد بس اللي جاي وبعد كده فاينل. ايوه داخل لغايه ريجيد بادي، نهايه ريجيد بادي. تمام شكرا دكتور. وبعد كده في فاينل وفاضل لنا تو كويزز هنقضيهم بعد الميد ترم ان شاء الله. دكتور ايوه، مش حضرتك كنت قلت لنا ان هم هيبقوا خمسه مش اربعه؟ لو في وقت الخمسه هندي خمسه، ادوني وقت وانا ما عنديش اي مشكله.